تخيل أن تزور مدينة بلا شوارع وسيارات، هذا سيكون واقعا لا خيالا. بالقرب منا يجري تدشين مدينة ذا لاين السعودية، عاصمة الذكاء المستقبلية. ستكون نموذجا عالميا بلا شوارع ولا سيارات. إنها إحدى أهم المشاريع لخدمة جودة حياة الإنسان. ذا لاين تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، تقع في موقع استراتيجي على مستوى العالم، يمكن ل40% من سكان العالم الوصول إليها في مدة لا تتجاوز 6 ساعات عبر الطائرة. طول المدينة 170 كيلومترا، تحتوي على 3 بيئات متنوعة: الصحراء الساحلية، الجبال، الأودية. وفي مساحة 34 كيلومترا سيعيش ملايين الأفراد، قريبون من أماكن العمل والتعليم والخدمات والترفيه. كم تتوقع المسافة بين سكنهم وهذه المرافق؟ إنها 5 دقائق من المشي فقط. تدشين البنية التحتية لذا لاين يكلف 200 مليار دولار. إنها مدينة قادمة من المستقبل.